أناشدكم باسم الإنسانية، أنا ألتقي بالأستاذ نجم الرباعي ويطلع وياه بث مباشر. عندي حقائق هواية كثيرة، والقتلة يسرحون ويمرحون، جهات ساندتهم بدياله، وثائق، يعني كل شيء موثق عندي. إذا ممكن أطلع ويا الأستاذ نجم الرباعي، وأنتم ما قصرتوا ويانا، الله يبارك فيك. محمد شلونك؟ حبيبي السلام عليكم استاذ نجم. حياك الله، انت شنو مشكلتك مع هاي العصابات؟ منو هاي العصابات اللي تسرح وتمرح بدياله؟ منين؟ استاذ نجم، هاي العصابات الميليشيات المسنودة بالحكومة المحلية موجودة بدياله. اي. عصابات التهريب والخطف والقتل والتهجير. نعم. العصابات المنظمة. اي. انا احد ضحايا هاي العصابات، انا قدمت اخويا مقدم بالشرطه، مقدم دكتور برتبه مقدم سرمد شامل العتبي. اي، منو قتله؟ هذا انقتل داخل المقداديه. ليش؟ داخل المقداديه مركز داخل السيطره مالته انقتل. العصابات هاي قتلته، ما تعاون وياهم، ما تعاون، ما سمح مرور الممنوعات، ما سمح بمرور التهريب. القتلة تعرفوهم؟ لو سكروا على قتلته. القتلة تعرفوهم؟ الحكومة قتلته بالأدلة. يعني شنو الحكومة قتلته؟ أنت الآن تتحدث عن عصابات تقول خارج عن القانون، اللي هي عصابات التهريب والمخدرات من الحكومة. أي زين، تعرفوهم؟ نعم العصابات. شلون أستاذ؟ تعرفوهم؟ اي نعم. يعني تعرفوهم بالاسماء؟ قتلت اخوك بالاسماء نكون ما واضحين كلهم، لكن بالاعترافات، بالادله اللي عندنا، بالتصوير، بالبراهين، بالامور اللي قدمناها للقضاء. المشكله اليوم، المشكله مو يم القتل استاذ. اي المشكله وين؟ المشكلة يوم كشف ذول القتلة. انت تعرف ضابط برتبة مقدم آمر سرية داخل المقدادية، منطقة آمنة، منطقة ينقتل داخل سيطرته، يعني أمام مرأة ومسمع كل القوات الأمنية، وما الحكومة ما تحرك كل شيء. هو منع تهريب. نعم هو ما متعاون ويا العصابات. طلبوا منا أن يتعاون، يعني أنت عندك إثباتات أنه هاي العصابات طلبت منا أن يتعاون وهو رفض ولذلك قتلوه؟ نعم. عندك هاي الإثباتات أخي؟ نعم، هذا هو أخويا، يعني هو سولف لي إلي، قال أنا يعرضون علي لكن هيهات، ما 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 مستحيل، يعني أخلي أطفالي يأكلون الحرام، وأنا الحمد لله والشكر راتبي خير من الله، وهذا الشيء ما يصير. زين، ما استمر اسبوع، واحد ما استمر بالواجب. زين، ثبتوا هاي الدعوه بالقضاء؟ وين اشتكيتوا القضاء؟ شنو كان موقفه حتى اللحظه؟ هي هنا المشكله استاذ نجم. مشكله يم القضاء، مشكله يم التحقيق. كل تحقيق بالقضيه اسم تحقيق ماكو. يعني طلبنا القضاء نقل الدعوه الى بغداد، اي الغرض التحقيق بها، لكن مجلس القضاء نقل الدعوة لبغداد، وورا فترة كلش قليلة لقيناها راجعة صاير بها تدخل تمييزي وراجعينها لديالة. اي زين، ديالة القضاء بديالة. طلبنا مواجهة رئيس مجلس القضاء الاستاذ فاق زيدان. اي احنا عائلة الشهيد المظلوم، طلبنا مواجهة عائلة الاستاذ العفو فايق زيدان، حصلت الموافقه. أي. المقابله، لكن وقالوا احنا نتصل بيك لكن لليوم، لهذا يومك يعني. انا راح اعيد هذا مره اخرى للسيد فايق زيدان، وراح ابعث له مناشدتك. بس على السريع، على السريع محمد. اي وحده طلبنا مقابله السيد رئيس الوزراء، وطلعنا مظاهرات واعتصام وماكو استجابه. طلبنا مقابله السيد وزير الداخليه لغرض التحقيق، والسيد وزير الداخلية استقبلنا ووعدنا فتح تحقيق بملابسات القضية، لكن كل تحقيق ماكو بالقضية. ماشي. أي تحقيق ماكو. الجهتين يا محمد، الجهتين، أنا راح أبعث هذا إلى مكتب
راح ابعث هذا المناشده مالتك للسيد رئيس مجلس القضاء وللسيد وزير الداخليه زين عيني. وبعدين انا اريد اقول شيء. نعم عندهم هذا القصه اللي يحكي عنها محمد بدياله هواي منها. نعم هواي منها. يعني هذا الرجل على حقه والاخوه ما تعاون انقتل. يعني المركز يهدد، ضابط نعم. يهدد، فلان يهدد، تضيع الحقوق. انقل الدعوه الى بغداد اذا كان الرجل الى حق استاذ بس ياخذ حقه. نعم اعطيك وحده اعطيك وحده استاذ نجم يلا انا على السريع. القضاء في بعض قوه في دياله رئاسه القضاء بدياله ايش قالوا لنا؟ قالوا لنا ما نقدر كل شيء نسويكم ونقل الدعوه لبغداد. ماشي بالحرف الواحد سياده رئيس مجلس القضاء الان انت سمعت الرجل تليفونه موجود ومسؤول عن كلامه امامك. هو ما يريد شيء. عندي طلب يقدم له. هو ما يريد شيء يا سياده الرئيس، هو ما يريد شيء، هو يريد تحقيق عادل بلا ضغوطات امام القضاء في بغداد حتى يستطيع ان يصل الى قتله متنفذين مرات يدعون انهم ينتمون للحكومه. ماشي.